السلام عليكم. ايه الفرق بين الانتربرنور او رائد الاعمال، السمول بزنس اونر او البزنس اونر اللي هو مالك المشروع، والانترابرنور؟ في الحقيقه كنت بحضر احدى الندوات اللي بتتكلم عن رياده الاعمال، فاحد المتحدثين عمل خلط او كان عنده لبس الى حد ما بين الثلاثه دول، وقالها بطريقه للاسف ما كانتش صحيحه، ونتج عنها معلومه غير صحيحه للمشاهدين بتوعه. فانا حبيت من وقتها ان انا اوضح الفرق بين الثلاثه، لان طبعا في فرق. مش اي حد اقدر اقول عليه ان هو انتربرنور او رائد اعمال. الانتربرنورشيب او رياده الاعمال دي اصلها كلمه فرنسيه. الكور او الاساس بتاع الانتربرنورشيب او رياده الاعمال هي الكرياتيفيتي اند انوفيشن، في عندنا ابداع وعندنا كمان ابتكار. كرياتيفيتي يعني بيبقى عندي فكره مميزه. الفكرة دي لازم طبعا، احنا قلنا بنقول فكرة بدون تطبيق ملهاش لازمة. وبالتالي لما بعمل ابلكيشن، ان انا بقى ايه ببوت الكرياتيف ايديا دي انتو اكشن، نفذتها كده دلوقتي بتكلم في انوفيشن خلاص. وبالتالي بنقول انه الانتربرينور شيب بتعتمد باساسها على الكرياتيفيتي والانوفيشن. كمان رائد الاعمال بيبقى عنده بعض الكاركترستكس او بعض السمات، زي ان هو بيبقى ريسك تيكر، بس هنا نخلي بالنا انه الريسك اللي بياخده او المخاطره اللي بياخدها ما بتبقاش بنسميها جامبلر يعني مقامر، لا هي بتبقى محسوبه، ريسك محسوب بنسميه كالكيوليتنج، بنسميه كالكيوليتنج ريسك تيكر، وبيبقى عامل يعني بعض الحسابات من خلال الفيزابيليتي اناليسز اللي بيعملها، من خلال البيزنس بلان اللي بيحطها وهكذا، فبتقلل نسبه الريسك عنده. كمان عنده بعض الكاركترستكس زي البريزيرفرنس على سبيل المثال، ان هو انسان مثابر وخلافه من الخصائص. اما صاحب المشروع ده بيبقى شخص عنده مشروع، تمام. رائد الاعمال كمان يا جماعه، عشان برضو نوضحها اكتر بمثال، لو انا دلوقتي صحيت تاني يوم الصبح وقلت انا قررت اعمل شركه بتقدم الخدمه بتاعه المواصلات، هنا انا عملت مشروع زي اي مشروع تاني تقليدي، زي اي حد تاني عنده شركه بتقدم الخدمه بتاعه المواصلات، فانا ما اقدرش اقول على نفسي ان انا دلوقتي رائد اعمال. لا، لو انا صحيت تاني يوم الصبح بقى كان عندي فكره جديده استخدمت فيها الترند على سبيل المثال بتاع الانترنت، توجه الناس ناحيه استخدام الانترنت بشكل كبير، استخدمت الترند بتاع الموبايل فونز او السمارت فونز، الناس بقت بتستخدم الموبايل فونز تقريبا يعني بشكل كبير في امورها الحياتيه واليوميه، وعملت مثلا تطبيق على سبيل المثال انا اوبر وكريم على سبيل المثال فيها، او انا دلوقتي اندرايف، في هذه الحاله اقدر اقول على نفسي ان انا ايه، ان انا انتربرنور او رائد اعمال، لان عندي فكره جديده، عندي كرياتيف ايديا، استخدمت الانوفيشن، فاقول إن على نفسي ان انا ايه، ان انا انتربرنور او رائد اعمال. اما السمول بزنس اونر انا زي اي شركه مواصلات تانيه عاديه. الانتربرنور بقى بالايه دي برضو يا جماعه بيبقى رياده اعمال برضو، لكن داخل الشركه نفسها. يعني على سبيل المثال انا عالم، انا انجينير او مهندس شغال في شركه زي شركه انتل، الشركه دي بدل ما تخليني يعني انا كواحد تالنتد وصلت لبروسس جديده او برودكت جديد او تكنولوجي جديده، بدل ما اسيب الشركه وانا شخص تالنتد وهبقى كوست وعبء على الشركه لما اسيبها، فهما بيحاولوا يحافظوا عليا، ممكن يدوني ريسورسز، ممكن يدوني التايم، وبيقولوا لي اشتغل مثلا على سبيل المثال، ولما بوصل الابتكار بتاعي ده او الفكره الجديده بتاعتي دي بدل ما بسيبهم ممكن اعرضها عليهم او هما بيشوفوها لو هما اللي مديني السبورت يعني، وبيشتروها مني خلاص، ممكن يدوني بعض الصلاحيات ان انا مثلا يعني سلطه معينه بحيث اقدر انفذ المشروع ده داخل الشركه اللي انا شغال فيها. ده كان الفرق بين الثلاثة باختصار، أتمنى إن شاء الله يكون الفرق واضح وتكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.